ماذا يعني مبدأ سيادة القانون؟ يعني مبدأ سيادة القانون ببساطة خضوع الحكام والمحكومين للقانون، أو هو بعبارة أخرى احتكام الدولة في كل أعمالها وتصرفاتها إلى القانون، ويتحكم ذلك بوضع قيود قانونية على الكيفية التي تمارس بها السلطة بهدف منع أي تحكم أو انحراف عن المقاصد والأهداف التي يحددها القانون. ويقتضي مبدأ سيادة القانون أن تحترم السلطات الحكومية في أي بلد القوانين التي وضعتها، وأن يكون تطبيقها للقانون عادلاً وقائماً على المساواة بإشراف القضاء. هل يطبق مبدأ سيادة القانون في حالة السلم فقط؟ لا يطبق مبدأ سيادة القانون في حالة السلم فحسب، بل في حالة الحرب أيضاً يجب على السلطات أو المجموعات المسلحة المسيطرة على منطقة جغرافية معينة الالتزام بمبدأ سيادة القانون. أهمية مبدأ سيادة القانون وضرورته: يعد احترام القانون في الممارسة اليومية للسلطات الحكومية هو الأساس الذي تستمد منه الدولة وأجهزتها المختلفة مشروعيتها ومصداقيتها. احترام مبدأ المساواة أمام القانون: يقصد بالمساواة أمام القانون أنه يجب تطبيق القوانين نفسها على الجميع بدون استثناء وبدون انتقائية وبشكل عادل ونزيه في جميع الحالات. كما يقتضي هذا المبدأ عدم التمييز بين الناس بسبب مراكزهم الوظيفية أو أوضاعهم الاجتماعية، أو بسبب ديانتهم أو لونهم أو أصلهم العرقي أو جنسهم أو جنسياتهم أو لأي سبب آخر. النيابة العامة، وهي هيئة قضائية مستقلة أو يفترض أن تكون مستقلة، تتولى الدعوى العمومية نيابة عن المجتمع وباسمه، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. النائب العام، وهو الرئيس الأعلى لجهاز النيابة العامة، ومن أهم اختصاصات النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ومباشرة إجراءاتها، التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم، والإحالة إلى المحاكم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، الإشراف على تطبيق القانون، والتفتيش على مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الإجراءات وفقاً للقانون. الشرطة، وهي هيئة مدنية نظامية تتبع قطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية، وتعمل تحت إشراف ومسؤولية وزير الداخلية. وأهم المهام والاختصاصات الموكلة إلى الشرطة بموجب القانون اليمني هي: حفظ النظام والأمن العام والسكينة العامة، الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقاً للقانون، حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين، إدارة السجون وحراسة السجناء، وغيرها من المهام والاختصاصات.